حضرتك بتقول ان في مشكله، ممكن اعرف ايه هي المشكله؟ ان الشباب دي منهم يعني اقل حاجه 90% من الشباب دي واخده قروض من الشركات اللي هي الشركات والبنوك والحاجات اللي بتدي قروض دي عمدا. فالفتره اللي جايه دي الناس دي هتواجه مشكله اهاليهم بعديهم، لان في ضمان ضمن الناس دي. انا واحد ناس من اول واخد شغل معايا، مثلا عدد من الناس اللي توفت دي كان شغال معايا من فتره، وعارف ان الناس دي عليها فلوس، كنت بحاول اوفر لهم فلوسهم دي قبل ميعادها عشان يلحقوا يدفعوها. ففي دلوقتي مشكله، الناس دي ربنا توفاهم وتولاهم عنده دلوقتي، فالمشكله تواجه عائلاتهم بعديهم. يعني ايه الحل دلوقتي؟ عايزين نلحق المشكله دي من دلوقتي، بعد شهر الناس دي عليها فلوس، في ضامن، الضامن ده على قيد الحياه دلوقتي، فهيواجه المشكله دي. بعد ما نخلص احنا والموضوع ده يتلم، الناس دي هتقع في المشكله دي. دي 100 شخص، تخيل ال 100 دول في 10، في كل واحد ضمنه 2، يبقى عندي 200 شخص هيواجهوا المشكله بعد شويه. هم اخذوا القروض دي عشان يسافروا ولا اخذوا عشان في حد واخد 10,000، واحد 20، واحد 50، عامل مشروع في البيت. طبعا في بيت عاليه مش حاجه سهله يعني، فواخدين القروض دي يبني شقه، يشطب حاجه وهو مسافر، فهو مسافر عشان يجي يدفع الحاجات دي. فدلوقتي مين هيشيل مكانه؟ يعني انا يعني من واقع الواقع اللي انا شفته، الناس اللي معايا كان 90% منها واخده قروض. القروض اللي تعرفهم؟ اه طبعا، انا كان معايا عدد منهم شغال معايا في اسوان، وكنا شغالين في المنيا في حياه كريمه. يعني الناس دي يعني القريه دي مشهوره بالصناعيه، فيها عدد صناعيه مهول، هي دي شغلتهم، ما عندهمش حاجه ثانيه، ما يعرفوش غير كده. فده اللي ما واجهوش شغل هنا او ما لقاش شغل هنا بيتوقع الله يشوف حاجه بره. طيب طول هو شغال هنا بيبقى ايده في ايد اخوه، في ايد صاحبه، في ايدين بعض. طيب هو طلع بره بياخد صاحبه ده معاه، ده اللي عمل ان هم اتجمعوا في نقطه واحده، ده سبب ان هم عارف بعض واشتغلوا تقريبا يعني 90% الشغل الموحده معاهم شغله الكهرباء عامه. فيعني دي اساسيه في القريه دي بالذات، ومشهورين بالموضوع. شكرا.